بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب أحاديث الفتن والحوادث للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. الدرس السادس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفتن جمع فتنة، والمراد بها الابتلاء والامتحان. يفتن المرء يعني يختبر ويبتلى، ليتميز المؤمن الصادق في إيمانه الثابت من المنافق الذي يظهر الإيمان ويبطن خلافه. إذا جاءت الفتن تميز هذا من هذا، تميز الصادق في إيمانه من الكاذب والمنافق، وأيضا يتميز المؤمن قوي الإيمان من المؤمن الضعيف الإيمان. فالفتن يجريها الله سبحانه وتعالى لاختبار الناس، مثل ما يجرى الاختبار على الطلبة، فيتبين المجد في طلب العلم من المتكاسل. هذا مثال، وإلا فالفتنة في الدين أشد والعياذ بالله. قال سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ يعني يختبرون هل هم صادقون في قولهم آمنا. ولقد فتنا الذين من قبلهم، هذه سنة الله سبحانه وتعالى في عباده، أنه لا يترك الناس على ما هم عليه، ولكن يجري الاختبار والامتحان ليتميز الصادق من غير الصادق. ولقد فتنا الذين من قبلهم من الأمم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. هذه الحكمة، الله يعلم كل شيء، يعلم هذا من هذا ولو لم يحصل فتنة، ولكنه لا يعذب حسب علمه، وإنما يعذب بحسب أعمال العباد. لذلك يجري عليهم الامتحان، فمنهم من يثبت ويصلح عمله فينجو، ومنهم من يخفق والعياذ بالله ولا يصبر. هذا معنى قوله ليعلمن الله، يعني يعلم علم ظهور، وإلا فهو يعلم سبحانه وتعالى قبل ذلك، يعلم لكنه لا يعذب إلا على فعل العبد أو ينعم على فعل العبد. فالثواب والعقاب معلقان بفعل العبد لا بعلم الله سبحانه وتعالى. الحاصل أن الفتن سنة من سنن الله الكونية، وحكمتها أن يميز الصادقين في إيمانهم وقولهم آمنا من الكاذبين الذين لهم غرض أو طمع دنيوي وليس في قلوبهم إيمان صادق. هؤلاء يفترقون من أول الطريق، ولا يثبت إلا أهل الإيمان الصادق.
هذا معنى الفتن، وهذه هي الحكمة في إجرائها، وأنها سنة الله في خلقه في الأولين وفي الآخرين. والفتن تتنوع وتتجدد في كل زمان بحسبه. في زماننا هذا الفتن كثيرة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والفتن فتن شبهات في العقيدة، وفتن شهوات في دنيا وملذاتها، وفي السلوك والأخلاق شهوات. فالفتن على قسمين: فتن الشبهات والعياذ بالله هذه أشد، والثاني فتن الشهوات. بعض الناس يمشي مع شهواته من الزنا والسرقة وشرب الخمر، وتعرض عليه الشهوات وتروج ويسر الحصول عليها فينفتن فيها، بينما بعض الناس يعصمه الله ويثبت على دينه ويصبر على دينه ولا يلتفت إلى الشهوات، لعلمه أنها زائلة وأن عذابها باق، وأن الطاعات وإن حصل عليه مشقة تعب مؤقت إلا أن عاقبتها حميدة، فيثبت على دينه وعلى أخلاقه الطيبة وعلى الصراط المستقيم تكون العاقبة له. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه أحاديث في الفتن والحوادث: باب من أمارات الساعة. نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم حذر أمته من الفتن، وذكر أنواعها وأوقاتها، فهو صلى الله عليه وسلم ما ترك أمته في أمر مشتبه وملتبس، بل بيّن لها صلى الله عليه وسلم وأخبرها عما يحدث في المستقبل، من أجل أن تأخذ حذرها وتثبت على دينها، تصبر على ما ينالها في سبيل ذلك. جاء ذلك في أحاديث كثيرة مروية ومدونة من أجل أن نعرفها نحذر منها. ومن ذلك هذا الكتاب الذي معنا الآن، الذي ألفه شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وهذا من ضمن الدعوة. فمن أنواع الدعوة تحذير من الفتن والشرور التي تعترض طريق المسلم. فمن أنواع الدعوة إلى الله تحذير من الفتن حتى يحذرها المسلم، لأنه إذا لم يعرفها يقع فيها، لكن إذا عرفها وبينت له تجنبها بتوفيق الله عز وجل، فلا بد من هذا. ولهذا بينها الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الأحاديث. نعم.
قال ولي مسلم عن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة كهاتين، وضم السبابة والوسطى. نعم، قال صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة، يعني قيام الساعة، لأنه آخر الرسل عليه الصلاة والسلام، لا يأتي بعده نبي إلى أن تقوم الساعة، لأن دينه كافي لجميع الناس وجميع الأوقات إلى أن تقوم الساعة. وهذا معنى قوله بعثت أنا والساعة كهاتين، يعني أن وقت بعثته مقارب لقيام الساعة كتقارب الأصبعين بعضهما من بعض، وهذا تحذير من الفتن وإخبار عن قصر الوقت بين بعثته صلى الله عليه وسلم وقيام الساعة، حتى نحذر ونستعد للقاء الله سبحانه وتعالى سالمين من الفتن. نعم، فلا يقول الإنسان الوقت واسع والوقت بعيد والوقت، لا، الساعة قريب، وساعة الإنسان موته، ساعة عامة وهذه لجميع الخلق، وساعة حسب الأفراد وهي الموت والأجل. فمن مات فقد قامت قيامته وانتهى عمله وواجه جزاءه. يقول واحد أو أحد الناس الوقت واسع والساعة بعيدة وإلى آخره. الساعة قريبة، الساعة الخاصة والساعة العامة قريبة، وكل ما هو آت قريب. نعم. قال وللبخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان يكون بينهما مقتلة عظيمة دعواهما واحدة، وحتى يبعث دجالون كذابون قريب من 30 كلهم يزعم أنه رسول الله، وحتى يقبض العلم وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان وتظهر الفتن ويكثر الهرج وهو القتل، وحتى يكثر فيكم المال فيفيض، وحتى يهم رب المال من يقبل صدقته، وحتى يعرضه فيقول الذي يعرضه عليه: لا أربلي فيه، وحتى يتطاول الناس في البنيان، وحتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول: يا ليتني مكانه، وحتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت ورآها الناس آمن الناس أجمعون، فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، ولتقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما فلا يبيعانه ولا يطويانه، ولتقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته فلا يطعمه، ولتقومن الساعة وهو يليط حوضه فلا يسقي منه، ولتقومن الساعة وقد رفع أكلته إلى فيه فلا يطعمها. نعم، هذا الحديث رواه البخاري في صحيحه، وفيه أنواع من الفتن مخيفة، مخيفة جدا، قد يكون بعضها قد وقع وبعضها يقع، لأنه لا بد من وقوع ما أخبر به صلى الله عليه وسلم، فنأخذها واحدة واحدة. نعم، أولا قال: لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان يكون بينهما مقتلة عظيمة دعواهما واحدة. نعم، من الفتن أولا حدوث
الشقاق بين المسلمين فيقتتلان مقتلة عظيمة وهم مسلمون، لكن يقتتلان على اختلاف بينهم على شيء، كل يريد هذا الشيء، إما ملك وإما مال وإما، فيحصل القتال بين المسلمين، وهذه مصيبة عظيمة إذا اقتتل المسلمون بينهم تسلط عليهم العدو واستغل خلافهم وانشغالهم بأنفسهم، استغل ذلك فهجم عليهم وأخذ بلادهم وغير دينهم. هذا فيه التحذير من الاختلاف بين المسلمين والنزاع بين المسلمين، وأنه يجب عليهم إذا حصل بينهم اختلاف أن يصلحوا ذات بينهم، ولا يتركون فرصة للعدو يتدخل لمصالحه هو لا لمصالحهم، فتكون الثمرة للعدو والكافر وهم لا يحصلون على ثمرة، بل يضيع دينهم ودنياهم. فيه التحذير من الاختلاف بين المسلمين، والقتال لا يحل لمسلم أن يقتل أخاه المسلم، وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، فلا يجوز أن يتطور الخلاف بين المسلمين إلى قتال. الخلاف يحصل ولكن عليهم أن يصلحوا، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي كفا لشرها وإطفاء للفتنة. فلا بد من التدخل إذا حصل بين المسلمين شيء من الاختلاف، تدخل بالإصلاح بين الفئتين، فإن أبت إحداهما قبول الصلح إنها تقاتل حتى يخمد شأن الفتنة ولا تنتشر بين الناس. هذه واحدة. نعم. وحتى يبعث دجالون كذابون قريب من 30 كلهم يزعم أنه رسول الله. ولا تقوم الساعة أيضا حتى يظهر كذابون 30 يدعون النبوة، مع أنه لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم، فهو خاتم النبيين كما قال الله جل وعلا: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، آخر النبيين لا هو صلى الله عليه وسلم، وقال صلى الله عليه وسلم: أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. لكن مع هذا يظهر من يدعي النبوة، باب الابتلاء والامتحان للناس، يتبعه أتباع مع أنه كذاب، يتبعه أتباع من الناس إما رغبة وإما رهبة، وهذا من أعظم الفتن، وقد ظهر ما أخبر به صلى الله عليه وسلم، فظهر الكذابون الذين ادعوا النبوة، أولهم مسيلمة الكذاب، والثاني الأسود العنسي. مسيلمة هذا في اليمامة في بلاد نجد، قاتله أبو بكر الصديق رضي الله عنه حتى قتل، والأسود العنسي في اليمن،
قتله المسلمون الذين حوله، استراح المسلمون من شر هذين الكذابين، وظهر في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم توالى ظهور المتنبئين الكذبة. قال صلى الله عليه وسلم: كذابون ثلاثون، ثلاثون، والعدد هنا ليس للحصر، يظهر أكثر منهم، ولكن الذين يكون لهم شان ويكون لهم هم بهذا العدد، وإلا فهم أكثر من هذا، ولكن لا يشتهر أمرهم مثل هؤلاء الثلاثين. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بذلك من أجل أن نأخذ حذرنا، يعني من الفتن ظهور الكذابين، لأن بعض الناس يطيعهم وينقاد معهم ويقاتل معهم، قد حصل هذا، فهذا فيه ظهور المتنبئين، وفيه أنه يجب على المسلمين أن لا يصدقوهم وأن يقاتلوهم هم وأتباعهم حتى يستريح الناس من شرهم ويظهر كذبهم. قد حصل ولله الحمد أنهم قوتلوا رؤوسهم وقوتلوا وأبطل الله شرهم. نعم. وحتى يقبض العلم. الثالثة من الفتن قبض العلم، قبض العلم، العلم يعني يقبض بأخذه من الكتب ومن صدور الناس، لا، بين صلى الله عليه وسلم كيف يقبض العلم، قال: إن الله لا يقبض هذا العلم انتزاعا تزعه من صدور الرجال، ولكن يقبض العلم بموت العلماء، يقبض العلم بموت العلماء، لأن ما دام العلماء موجودين فالعلم باق، ووجودهم علامة خير، قبضهم علامة شر وفتنة، لأنه بفقدهم يفقد العلم، لأنهم هم حملة العلم. وماذا تغني الكتب الكثيرة مع فقد العلماء؟ وجود الكتب لا يكفي، هلك بنو إسرائيل وعندهم التوراة والإنجيل، لما لم يكن عندهم علماء يقومون بالحق هلكوا. فوجود الكتب بيننا وانتشار الكتب وتنوع الكتب هذا لا شك أنه خير، لكن ما يكفي، لأنه يأتي من يقرأ هذه الكتب على غير بصيرة ويضل الناس ويظن أنه عالم، حتى قال صلى الله عليه وسلم: حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، ضلوا هم وأضلوا غيرهم. وهذا فيه التحذير من التعالم والمتعالمين الذين يأخذون العلم عن الكتب وعن الأشرطة ولا يحضرون عند العلماء ويتعلمون على أيدي العلماء، لأن العلم بالتلقي ما هو بالقراءة فقط، العلم بالتلقي عن أهل العلم. اتخذ الناس رؤوسا جهالا، ما هنا غيرهم، وين يروحون الناس؟ لأن العلماء فقدوا، الناس يحتاجون إلى من يفتيهم، إلى من يرجعون إليه، ما وجدوا إلا هؤلاء المتعالمين الرؤوس الجهال، فحصل الخطر العظيم. فهذا فيه الحث على طلب العلم ما دام العلماء موجودين، فنستدرك الأمر
ونطلب العلم على أيدي العلماء، ولا نقتصر على الكتب أو على المتعالمين والقراء. وحتى لو حفظ الإنسان القرآن وحفظ المتون وحفظ الأحاديث والصحاح، ما عنده فقه وفهم لهذا، وإنما يعتمد على الحفظ فقط وهو لا يفهم المعاني، فما في فائدة. هذا ضرره أكثر من نفعه إن كان فيه نفع. نعم. وتكثر الزلازل. تكثر الزلازل جمع زلزال والعياذ بالله، وهو حركة الأرض. الأرض جعلها الله قراراً وثابتة وأرساها بالجبال ليعيش الناس على ظهرها، ففي آخر الزمان يكثر اضطراب الأرض والزلازل، يتدمر كثير من البلاد كما هو الواقع الآن، وكما تسمعون من هذه الزلازل التي يتدمر فيها خلق كثير وبلاد كثيرة. وهذه عقوبات يجريها الله على العباد إذا فسدوا في آخر الزمان، يجري الله عليهم العقوبات، فهي من ناحية عقوبة ومن ناحية تذكرة، تذكرة لأهل الإيمان أن يستيقظوا ويتوبوا إلى الله عز وجل. ولا يقال إن هذه ظواهر طبيعية كما يقوله المتحذلقون والجهال، ظواهر طبيعية ما تدل على شيء، ما تدل على شيء، إنما هي ظواهر طبيعية تجري. لا، ما هي ظواهر طبيعية. لماذا ما كانت ظواهر طبيعية في الأزمنة السابقة؟ لصلاح الناس واستقامتهم، إنما حدثت هذه في آخر الزمان نذير، تحذير للناس يعتبروا بها. نعم. ويتقارب الزمان. نعم. ويتقارب الزمان. تقارب الزمان يمضي بسرعة، يمضي الزمان بسرعة، والناس غافلون في دنياهم، وهذا ظاهر، يعني مرور السنين والأيام، السنين والشهور والأيام بسرعة، حتى ما يكون مع الإنسان فرصة للعمل بسرعة، سرعة الزمان. ويتقارب أيضا البلاد بواسطة وسائل الإعلام، تقارب البلاد كما هو معلوم، حتى يكون العالم كأنه بلد واحد، وهذه ليست علامة خير، هذه علامة ابتلاء وامتحان. نعم. وتظهر الفتن. تظهر الفتن. كانت في الأول الفتن خفية عند بعض الناس أو بعض البلاد، لكن في آخر الزمان تكثر الفتن وتنتشر بين الناس، والفتن كثيرة، منها فتن الشبهات في العقيدة، ومنها فتن الشهوات في ما يشتهيه الناس من المعاصي، ومنها فتن الأمراض الفتاكة، ومنها فتن الأموال والأولاد، فتن كثيرة تظهر أكثر في آخر الزمان، وينشغل الناس بها عن دينهم وعما ينفعهم أو تشغلهم، أما أنهم هم ينشغلون بها، وإما أنها هي تشغلهم وتلهيهم عما سواها. نعم. ويكثر الهرج وهو القتل. ويكثر الهرج، الهرج هو القتل من غير سبب. الآن تشوفون يتقاتلون
ولا في سبب ظاهر، إنما موجة قتل. قد يقتل الأخ أخاه والولد ابنه وقريب قريبه من غير سبب، لأن القتل إذا اشتعل بين الناس انتشر، صعب إطفاؤه، ولا سيما إذا تيسرت آلات القتل والدمار. كان بالأول قتل بالسلاح، بالسيف، بالبندقية، لكن الآن والعياذ بالله وسائل مدمرة للقتل، آلات فتاكة، بنسف، بالصواريخ، بالدبابات، بأنواع، بالقنابل، والعياذ بالله يموت فيها خلق، يكثر الهرج، يعني القتل. نعم، هذه من علامات الساعة، وهذا كما تعلمون الآن شيئا منه. نعم. وحتى يكثر فيكم المال فيفيض. وهذا من الفتن، المال فتنة، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. فكثرة المال ما هي علامة خير، علامة فتنة، لأن الناس ينصرفون عن دينهم وينشغلون بالمال، الناس يتقاتلون على المال والطمع، الناس يتحاسدون على المال إلى آخره. فالمال فتنة من وجوه كثيرة، إلا من وفقه الله. أيضا المال فتنة في اكتسابه، قد يكون من ربا، من رشوة، من غش، من قمار، من إلى آخره. ويكون أيضا فتنة في تصريفه وإنفاقه، ينفقه في الملاهي، في اللعب، في الشهوات المحرمة، وأعظم ذلك ينفقه في الصد عن سبيل الله وقتل المسلمين وغير ذلك. نعم. وحتى يهم رب المال من يقبل صدقته. نعم، إذا كثر المال كثر الأغنياء وقل الفقراء، صاحب الزكاة ما يجد من يقبلها في آخر الزمان لكثرة المال وفيض المال. نعم. وحتى يعرضه فيقول الذي يعرضه عليه: لا أرب لي فيه. نعم، حتى يرد المدفوع إليه المال زكاة، يرد هذا ويقول: لا رغبة لي فيه. نعم. وحتى يتطاول الناس في البنيان. نعم، وهذه من علامات الساعة، انشغل الناس بالمباني والتطاول فيها، 40 دور، 50 دور، 100 دور، إلى آخره. وش رغبك في البنيان هذا؟ وش حاجك في البنيان هذا؟ لكن تباهي من باب المباهات، أنا أرفع منك بناء وأنا أرفع منك أدوار، والثاني يقول: لا، أنا أرتفع أكثر، وهكذا. أن تجد الحفاة رعاء الشاء، الحفاة العراة رعاء الشاء، يتطاولون البنيان. كانت البادية معها بيوت الشعر متنقلة، في آخر الزمان يثري البدو بالأموال ويتحولون من البادية إلى الحاضرة، ويتطاولون فيما بينهم في البنيان، وهم كانوا يسكنون في بيوت الشعر، آخر الزمان يسكنون في القصور وفي الأدوار المرتفعة. هذا من علامات الساعة، وقد وقع الآن كما ترون. نعم. وحتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول: يا ليتني مكانه. هذه أشد، أنه من شدة الفتنة وشدة ما يلقى أنه يتمنى الموت، مع أن تفرون من الموت في آخر الزمان، يتمنى الإنسان الموت. ليه؟ ليستريح من هذه الفتن، يستريح
من هذا الشر، وليس من أجل الدين، وإنما من أجل أن يستريح من الفتن، تيمر بالقبر ويقول ليتني مكانك. بعض الروايات يتمرع على القبر يقول ليتني مكان هذا القبر، وليس به الدين، ما به إلا الفتن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. وحتى تطلع الشمس من مغربها. نعم، طلوع الشمس من مغربها هذا من علامات الساعة الكبار، من علامات الساعة الكبار، الشمس تطلع من المشرق تغرب في المغرب، لكن عند قيام الساعة وقبل قيام الساعة يتغير مجرى الشمس، فتخرج من المغرب تطلع من مغربها، هذا من علامات الساعة الكبار. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الساعة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها، إذا طلعت الشمس من مغربها لا يقبل الإيمان من أحد، لا يقبل من أحد إلا إن كان مؤمنا من قبل. لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها، يعني كسبت أو بمعنى الواو، وكسبت في إيمانها خيرا. أما الإيمان الذي يحدث بعد قيام الساعة هذا لا يقبل ولا ينفع. أما من كان على الإيمان قبل قيام الساعة واستمر وثبت عليه هذا يثبته الله سبحانه وتعالى، بعدها لا يقبل الإيمان ولا التوبة، لا تنقطع التوبة، لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. فيبقى الكافر على كفره والمؤمن على إيمانه، ولا أحد يؤمن في هذا الوقت ولا يقبل منه الإيمان. نعم. فإذا طلعت ورآها الناس آمن الناس أجمعون. نعم، لكن ما يقبل، لأن الإيمان قبل هذا، أما بعد ما تظهر علامة الساعة انتهى وقت الإيمان، كل يؤمن لكن ما يقبل إيمانه. نعم. فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. ذلك هو تفسير هذه الآية، هو تفسير هذه الآية، لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، على عند قيام الساعة. نعم، عند طلوع الشمس من مغربها. نعم. ولتقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما فلا يبيعانه ولا يطويانه، يعني يذهلون عن ذلك، هم يتبايعون وتشارون ومعهم القماش على العادة، إذا قامت الساعة ذهلوا وتركوا ما معهم من القماش، لا يطويانه ولا يبيعانه. نعم، ينشغل الإنسان. نعم. ولتقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته فلا يطعمه، يطعمه، أو قال فلا يطعمه. ولتقومن، ولتقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته فلا يطعمه، لقحته، لقحته فلا يطعمه. نعم، يحلب يحلب الناقة على العادة ليشربه، إذا قامت الساعة ومعه اللبن انذهل ولا يطعمه ولا يشربه. نعم. ولتقومن الساعة وهو يليط حوضه فلا يسقي منه، يليط، وهو يليط حوضه فلا يسقي منه. عادة الأعراب أنهم يجعلون حياض للإبل يصبون فيها الماء للإبل،
وقبل أن يصب الماء في الحوض يلوطه، يعني يصلح الحوض ويهيئ الحوض للماء، فيلوطه لكن ما يكمل ما يسقي فيه الإبل لأنه انشغل وانتهى الأجل. نعم، يعني بغتة، لتأتينكم بغتة، ساعة تأتي بغتة. نعم. ولتقومن الساعة وقد رفع أكلته إلى فيه فلا يطعمها. وهذا أشد، تقوم الساعة والإنسان قد رفع اللقمة إلى فيه يأكل وهو يأكل، قامت الساعة وهو يأكل، رفع اللقمة إلى فيه، قامت الساعة لا يطعم اللقمة هذه. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه يكفي. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. هذا سائل يقول: هل نحن في زمان ظهور المهدي؟ الله أعلم، الله أعلم، لكن ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم فلا بد أن يقع، ولكن كوننا نجزم نقول هذا وقته، لا، ما نجزم. نعم. يقول السائل: هل موقعة الجمل هي الفئتان العظيمتان أم نعم. أنها لم تحصل بعد؟ هل موقعة الجمل؟ يا إخوان اتركوا ما جرى بين الصحابة، لا تبحثون فيه، لا وقعة الجمل ولا غيرها. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: هل يجوز أن يقول الرجل لشخص مقبور ليتني مكانك؟ ما يجوز هذا، لكن في آخر الزمان إذا اشتدت الفتن يتمنى الإنسان أنه يكون قد قبر وانتهى، مع أننا نكره الموت ونفر منه، لكن في آخر الزمان إذا اشتدت الفتن يكون الموت أمنية يتمناها الإنسان، هذا من شدة الهول ومن شدة ما يرى الإنسان من الشدائد، يريد أن يتخلص منها. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: هناك من يقول: نتمنى لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بيننا حتى يعلمنا كيف نعيش، فهل مثل هذا الكلام جحد للأحاديث؟ لا يجوز هذا، كأن الرسول بيننا، الحمد لله، الآن الرسول كأنه بيننا، قال صلى الله عليه وسلم: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي. فكأن الرسول بيننا ببقاء الكتاب والسنة، وأيضا ما ندري لو أدركنا الرسول هل نتبعه، هل نثبت، ما نزكي أنفسنا، هل نصبر معه على الجهاد مثل ما صبر المهاجرون والأنصار، ما ندري. الإنسان يرضى بالواقع ويعمل الأعمال الصالحة، والخير موجود ولله الحمد، كتاب والسنة كما أنزلت على محمد صلى الله عليه وسلم لم تغير. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: هل ذكر التطاول في البنيان في أحاديث الفتن يدل على ذمه وتحريمه، أو أنه من باب الإخبار عما يحصل في آخر الزمان؟ هو إخبار، لكنه إخبار بمعنى النهي، لا تنشغلوا بالدنيا، بالمباني، بالتجارة، بالأشياء التي تشغلكم عن الآخرة. نعم. فمن مظاهر الانشغال بالدنيا التطاول في البنيان، هذا من مظاهر الانشغال بالدنيا. نعم. وهذا سائل يقول: هل القول بأنه لا يعلم ما أول ما خلق الله من الخلائق، هل هو قول صحيح؟ ما لك شغل بهذا، ما لك شغل أنك تعرف ما أول ما خلق الله. أول ما خلق الله القلم كما في الحديث، أول ما خلق الله القلم، وقبله العرش، العرش قبل القلم، ولكن لما خلق الله القلم قال له اكتب، من أول ما خلقه قال له اكتب. لهذا يقول ابن القيم رحمه الله:
والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان، هل كان قبل العرش أو هو بعده؟ قولان عند أبي العلا الهمذان. والحق أن العرش كان قبل، لأنه وقت الكتابة كان ذا أركان. والقلم بعد خلق العرش، ولكن الكتابة مقارنة لوجود القلم. أول ما خلق الله القلم قال له اكتب. نعم، أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: هل نحن في وسط الزمان أم في آخره؟ الله أعلم يا أخي، الله أعلم. ولا يهمك أنك بأول الزمان ولا بآخر، ولا يهمك العمل، اهتم بالعمل الصالح، هذا الذي يهمك وينفعك. نعم، بارك الله فيكم. وهذا سائل يقول: بعض الشباب يقولون يجوز بيع كتب أهل البدع بحجة أنها فيها الخير والشر. يجوز؟ يقولون يجوز بيع كتب أهل البدع. ها؟ بيع؟ بيع كتب أهل البدع. لا يجوز، لا يجوز ترويج كتب أهل البدع، بل يجب إتلافها ومنعها من بلاد المسلمين، لئلا تفتن الناس ويشتريها الجهال ويظنون أنها حق، فقضاء يقضى عليها وتمنع. نعم، وهذا سائل يقول: ولذلك فيه رقابة الآن، الحمد لله، رقابة على الكتب التي ترد، ولا يسمح إلا للكتب المأمونة والنافعة. نعم، قد يحصل شيء في المعارض وهذا خلاف النظام، هذا تصرف خلاف النظام، ولا يرضى المسلمون بترويج كتب البدع. نعم، وهذا سائل يقول: هو يقع في كبائر الذنوب باستمرار، ولكن بعدها يتوضأ ويصلي ركعتين ويستغفر منها، ثم يعود للذنب مرة أخرى ويتوضأ ويصلي ركعتين ويستغفر، فما الحل؟ وهل عندما يقع في الذنب بكثرة؟ الحل هو ما هو عليه، أنه يتوب ولا ييأس ولا يقنط من رحمة الله، يكرر التوبة، كل ما كرر الذنب يكرر التوبة، هذه علامة خير، أنه يكرر التوبة ويخاف من الله عز وجل. نعم، ويقول: هل يعد هذا من باب الاستهزاء؟ لا، ها ما هم من باب الاستهزاء، هذا من باب الخوف من الله، كونه يكرر التوبة هذا دليل على أنه يخاف من الله وأن في قلبه حياة. نعم، وهذا سائل يقول: إلى كم تنقسم الساعة؟ هل هي قسمين أو ثلاثة؟ إيش الساعة؟ نعم، الساعة إيش اللي تنقسم؟ ها؟ الساعة، الساعة الصغرى كبرى، الساعة هي الساعة ما تنقسم. نعم، وهذا سائل يقول: ما حكم الصلاة خلف الإباضية؟ شوفوا يا إخوان، لا تعينون لنا طوائف، عندنا قاعدة: الذي بدعته مكفرة لا يصلى خلفه بالإجماع، والذي بدعته مفسقة هذا محل خلاف بين العلماء، وأما اللي عنده صغائر فهذا لا يمنع الصلاة خلفه، لأن قل كلنا عندنا صغائر، أقل من يسلم من الصغائر. نعم، أحسن الله إليكم. وهذا يقول: هل صحيح أن عرفتم القاعدة الآن؟ الذي عنده بدعة مكفرة لا يصلى خلفه ولا تصح صلاة خلفه، الذي عنده بدعة مفسقة دون الكفر هذا محل خلاف بين العلماء، والصحيح أنه يصلى خلفه لأنه مسلم، والذي عنده معاصي صغائر يصلى خلفه مع مناصحته إذا ظهر عليه شيء منها. نعم، وهذا سائل يقول: هل صحيح أن أول طعام أهل الجنة هو زيادة كبد الحوت؟ نعم، ورد هذا، نعم ورد هذا، وهذا ما ندخل فيه بل نثبته كما جاء، والله أعلم. نعم، يقول: وهل أن الله تعالى يضع من الأرض خبزة كبيرة بيده فيأكلها أهل الجنة؟ الله أعلم يا أخي، الله أعلم بهذه الأمور.
ما صح في الحديث نؤمن به ولا ندخل في تأويله وتفسيره من غير علم، وما لم يثبت لا نلتفت إليه. نعم. وهذا سائل يقول: كنت إمام مسجد وأعطاني رجل مالا حتى أعمل مكتبة في المسجد، فحصلت فتن في المسجد وتركته. يقول هذا السائل: كنت إماما لمسجد من المساجد، إيه؟ وأعطاني رجل مالا لأقيم مكتبة في المسجد، نعم، فحصلت فتن ومشاكل وتركته واستلمت مسجدا آخر، فهل يجوز صرف هذا المال على المسجد الجديد أم للمسجد الأول والمال ما زال في حوزته؟ استأذن صاحب المال، قل أن أنا انتقلت من المسجد الأول الذي أعطيتني الدراهم ليفتح فيه مكتبة، أنا انتقلت منه إلى مسجد آخر، فهل أنقل معي هذه الدراهم وأفتح المكتبة في المسجد الآخر أو لا؟ إذا وافق فلا مانع، نعم، وإن لم يوافق رد عليه دراهمه. نعم. وهذا سائل يقول: ما حد الفرق بين شرك السبب وشرك الذات؟ ما هو الفرق بين شرك السبب وشرك الذات؟ والله هذه أول مرة أسمع هذا التقسيم، شرك الذات وشرك السبب. الشرك هو عبادة غير الله بأي نوع من أنواع العبادة، دعاء، ذبح، نذر، استغاثة إلى غير ذلك، هذا هو الشرك. نعم. وهذا سائل يقول: هل يجوز الدعاء الوارد من القرآن بصيغة الفرد أن نجعله جمعا، مثل إني كنت من الظالمين فيقول إنا كنا من الظالمين؟ لا بأس بذلك، إذا دعا لنفسه يأتي بضمير الفرد، إذا دعا لنفسه وللمسلمين يأتي بضمير الجماعة. نعم. أحسن الله إليكم، ونؤجل باقي الأسئلة بعد اللقاء الثاني. نعم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله أصحابه أجمعين.